أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون. بمدينة الداخلة، عقد زوال اليوم رئيس لجنة الصداقة الفرنسية المغربية السيد لوك شاتيل لقاء مع عدد من منتخب جهة وادي الذهب الجويرة، لقاء تم خلاله طرح جملة من المواضيع على رأسها قضية الصحراء إضافة إلى آفاق التنمية بالمنطقة. محمد تروزي وعبد الله المحمودي. من بين الأنوار البارزية أتى حاملا معه توجهات وأفكار اختلطت فيها السياسة بالاقتصاد إلى مدينة وادي الذهب. الفرنسي لوك شاتل رئيس لجنة الصداقة الفرنسية المغربية يأتي بعربون الصداقة إلى أقصى جنوب المملكة ويتناقش مع عدد من ممثلي السكنة من منتخبين ورؤساء مجالس محلية أهمية العلاقات الفرنسية المغربية وقضية الصحراء والحلول المطروحة على الطاولة ودور الشركات في المجالات التنموية بكافة القطاعات الحيوية. ندعم جهود الأمم المتحدة بخصوص الملف ونعتقد أن المقترح المغربي للحكم الذاتي خطوة مهمة لإنهاء هذا النزاع بشكل متفاوض بشأنه في إطار الأمم المتحدة. الموقف الفرنسي واضح بهذا الخصوص، ومن المهم تكثيف اللقاءات بين المسؤولين الفرنسيين ونظرائهم على المستوى المحلي بالداخل. كانت فرصة للتباحث حول العديد من الأمور التي تهم العلاقات بطبيعة الحال السياسية الفرنسية المغربية من جهة، وكذلك كانت فرصة للتعريف من وجهة نظرنا بالقضية الوطنية، وهذا موقف فرنسي المساند دائما بطبيعة الحال، وكذلك التعريف حتى بالمؤهلات الاقتصادية للأقاليم الجنوبية والمجهودات التي بذلتها الدولة في هذا المجال إلى أن وصلت الجهات لهذا المستوى. اللقاء يأتي في إطار زيارة يقوم بها المسؤول الفرنسي إلى جهة وادي الذهب الجويرة يتعرف من خلالها على أهم المشاريع التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى الأجواء السياسية والأمنية والحقوقية التي تؤثث الحياة اليومية للمواطنين بهذه الجهة. في جديد، ناقلة البترول سيلفر الجانحة قبالة ميناء طنطان ينتظر أن تنطلق صباحة يوم الغد عملية تخفيف حمولتها من مادة الفيون الصناعي بعد استقرار الأحوال الجوية. إلى ذلك اكتملت الاستعدادات لإنقاذ السفينة. السالك رحال حافظ محضار وعبد الرحيم حاج. مع التحسن المسجل على مستوى الأحوال الجوية عشية اليوم ترتفع وتيرة الجهود الرمية إلى إنقاذ الناقلة سيلفر. عملية التخفيف من حمولة السفينة ينتظر أن تنطلق يوم غد بعد أكثر من أسبوع من جنوحها وما رافق ذلك من تخوفات من تسرب لشحنتها من الوقود البالغ حوالي 5000 طن. كنت من نوع الله إن شاء الله يتحل هذا المشكل في أقرب وقت في أسرع وقت، لأنه إحنا بقينا يومين المارية الكبيرة والرياح بدات كتصعب والمهمه ديال الانقاذ بدات كتصعب، ولكن كنتمناو على الله ان شاء الله في هاد اليومين القادمين تحل لنا المشكل، لانه مشكل خطير فعلا وكيهدد الساحل ديال طنطان حتى للطرفيه كاملين. ومع قرب انفراج مشكل النقلة النفطية تتعالى أصوات الفاعلين المحليين المطالبة بإيجاد حلول فورية لمعضلة بوابة ميناء طنطان، بوابة كثيرة ما تسبب ارتفاع منسوب الترامل بها في حوادث خلفت العديد من الضحايا والخسائر المادية الفادحة منها خسارة الناقلة سيلفر. كان المبيطة، ولكن بالنسبة كاين شوية ديال البحر، ولكن بالنسبة لزحف الرمال هو اللي خلى البواخر واقفين ما تيخرجوش، كاين شويه المبيطه. وبالنسبه للترمل كاين ترمل، لان كنتمنوا المسؤولين لان هذا الرمله لان ما بقاتش تقضي فيها الدراكه، لان خاصها الشركه دوز مارشي باش تحيد هذيك الرمله باش تعطي المرسى المدخل ديالها مزيان. المرسى اللي كاينه دابا داروها على الكوشطه، كيقولوا الكوشطه كيديروها داروها على 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 الساحل، وهذه ما خداماش، وراه مشاو الارواح ومشاو الارواح، وهاد الناس ما بغاوش يستافدوا، وهذا الدليل القاطع ديال هذا الباطو هذا كنتمنوا يكون اخر حل هذا الباب هذا. تنطلق اذا عمليات افراغ السفينه سيلفر يوم غد بعد استكمال كافه الترتيبات التي باشرتها المصالح المعنيه. حموله ستضخ عبر قنوات الى الصهاريج، ستتكفل شاحنات الى نقلها للمحطه الحراريه بمدينه الواطيه. أمسية قرآنية تلك التي نظمت بكتاب النور بالعيون، أمسية تصادف حلول شهر ربيع الأول الذي يوافق مولد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، مناسبة شهدت تكريم مجموعة من حفظة القرآن الكريم. سالك الزبير والتفاصيل.
هنا بكتاب النور بحي كاتالونيا التاريخي بالعيون تنوعت أصوات القراء من حفظة القرآن الكريم. الحفظة اجتمعوا في إطار أمسية قرآنية تصادف ذكرى حلول شهر ربيع الأول الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأهم بالنسبة لهذه الأمسية القرآنية المتميزة هو تكريم وتشجيع نساء وفتيات على ختم كتاب الله العزيز. ختمت الحمد لله القرآن مع بعض الأخوات هنا في كتاب النور، وكنشكر أستاذ الصيدي على هذا المجهود اللي قام به، وكان كيشجعنا الحمد لله حتى وفقنا الله وختمنا حنا والأخوات في ظرف وجيز، اللهم لك الحمد. طالبة من طلاب كتاب النور، الحمد لله ختمت القرآن الحمد لله، أقدم شكري للأستاذ عبد الله الصيدي. مناسبة قرآنية كريمة تم أيضا من خلالها تكريم أحد الطلبة الحاصلين على المرتبة الثانية في جائزة محمد السادس للقرآن الكريم. الأمسية كانت بذلك تكريما لما نزل من الفرقان على منادي الورى وشفيع الأنام محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وما أحوج أمتنا اليوم لتدبر معانيه ودلالاته في إشاعة السلم وإعادة الاعتبار لقيمنا الإنسانية. في الشأن الصحي وفي إطار الأسبوع الوطني لتشجيع الرضاعة الطبيعية، نظمت ببجدور حملة تحسيسية لشرح فوائد الرضاعة الطبيعية على صحة الرضيع والأم. المزيد في متابعة سلك رحال محمد شار. في إطار الأسبوع الوطني لتشجيع الرضاعة الطبيعية تندرج هذه الحملة التحسيسية على مستوى إقليم بجدور أسوة بباقي مدن وقرى المملكة. أنشطة تحسيسية بالمراكز الصحية والمؤسسات التربوية تهدف توعية الساكنة بفوائد الرضاعة الطبيعية على صحة الأم والطفل. قامت مندوبية الصحة بوجدور بمجموعة من الأنشطة التحسيسية في المراكز الصحية التابعة لها وكذلك في المستشفى، هذا بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات الخارجية والذين يعتبرون شركاء أساسيين في هذه العملية. هذه الأنشطة تهم بالأساس تحسيس وتوعية النساء وكذا الساكنة على العموم بفوائد الرضاعة الطبيعية، وذلك تشجيعا لهذه الظاهره. احنا في هذه الخليه ديال رعايه الام والطفل كنقوموا ديما بهذا التحسيس الامهات، سواء كانوا للحوامل ولا للمهم المرضعات، وداك الشيء كان عندنا اصلا كتكون عندنا واحد الاسبوع واحد اليوم في الاسبوع للتحسيس في هذه صحه الام والطفل. عندنا واحد الخليه سميتها قسم الامهات، هاد قسم الأمهات كناخذوا فيه واحد المجموعة ديال النساء وكنحسوهم كاين بزاف ديال البرامج وداكشي، ولكن بين هذا البرنامج اللي مهم هو رضاعة الأم. حملة طبية استفادت منها العديد من النساء على مستوى إقليم بجدور، استفادنا من نصائح طبية حول الطرق الصحيحة للرضاعة الطبيعية لمجتمع سليم. الموروث الثقافي رافعة أساسية للتنمية المحلية، شعار طبعة الخامسة من مهرجان أحمد والبلة لتمازج الثقافات بجماعة فاسكا القروية. التظاهرة التي انطلقت أمس وتتواصل فعاليتها على مدى 3 أيام تنظمها جمعية أحمد والبلة بشراكة مع المجلس الجماعي لفاسكا ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية وولاية الجهة. حافظ محضار ومحمد فاضل عبيدة. عروضنا في مسابقات الفروسية التقليدية في افتتاح النسخة الخامسة من المهرجان السنوي لأحمد ولد بلة لتمازج الثقافات بجماعة فاسكا القروية، تظاهرة تسعى إلى إبراز الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمنطقة فضلا عن التعريف بمرتكزاتها الاقتصادية. أروقة عرفت بالمناسبة بالعديد من المنتجات المحلية. المهرجان هو مناسبة يعني سنوية لصلة الرحم وللتواصل بين أبناء القبيلة أولا ديال المركز وبين القبائل ديال واد نون ككل، ثم كذلك يعني بين الجماعات المحلية. والنسخة الأولى يعني كانت بداية 2007، والحمد لله يعني كل نسخة وراء نسخة يعرف تعرف هذه التظاهرة نجاحا يعني كبيرا. التظاهرة التي تتواصل وانشطتها على مدى 3 أيام تميز حفلها الافتتاحي بتنظيم استعراض قدمت لوحاته مجموعة من التعبيرات الثقافية المحلية بما فيها بعض الألعاب الشعبية علاوة على وصلات شعبية فولكلورية. ستنظم الجمعية كذلك فضاء للطفل يساهم جميع الأنشطة الترفيهية
التي تصب في الطفل، كما ستكون هناك ورشات لإشراك الطفل في المواطنة وفي التربية الاجتماعية بصفة عامة. وفي اليوم الثالث ضمن فعاليات المهرجان كذلك سينظم المنتدى الثالث للمرحوم حسن زوال. هذا المنتدى سيعرف مجموعة من العروض. المهرجان الحمد لله راه أعطى صدى زين على مستوى الإقليمي وعلى مستوى القبائل، وكنرحبوا بالجمعيات اللي جاونا من جميع أنحاء المغرب. بعض الفعاليات المحلية تم تكريمها على هامش هذا الحفلة، بالإضافة إلى توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المسابقات الرياضية الموازية. نظمت فيدرالية النماء للتربية والتواصل الاجتماعي بالعيون حفلا خيريا بمقر الفضاء الجمعوي تحت شعار لنتحد جميعا ضد الفقر. الحفل شهد توزيع مجموعة مساعدات خيرية على فئات تشكو الفقر والعوز، وذلك بدعم من تلاميذ مجموعة مدارس تابعة للمكتب الشريف للفوسفات. آخر مستجدات الأقاليم الجنوبية من خلال الصحف الوطنية الصادرة غدا الثلاثاء في تقرير للسالك رحال. يومية الاتحاد الاشتراكي تطلعنا في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء بأن عدد المهاجرين السريين المتسللين جزر الكناري يرتفع من 176 مهاجرا سنة 2012 إلى 197 مهاجرا سريا في سنة 2013. وكشفت الاتحاد الاشتراكي بأن هذه المعطيات أعلن عنها إدواردو لوبو من المركز الوطني للتنسيق البحري ومراقبة الحدود الساحلية الإسبانية في حديثه لوكالة الأنباء الإسبانية، الذي تحدث عن موضوع المهاجرين السريين الذين قصدوا إسبانيا خلال سنة 2013. أما يومية الأخبار فكتبت في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء: لقي بحار حتفه يوم الخميس الماضي إثر انقلاب مركب للصيد التقليدي بعرض البحر بمنطقة غير بعيدة عن شاطئ إحدى قرى الصيد البحري ببجدور نتيجة قوة التيار البحري وشدة الرياح التي هبت على المنطقة طيلة الأسبوع الماضي، فيما نجا رفيقه في المركب من موت محقق بعد أن استطاع الخروج سباحة إلى الشاطئ. وأضافت الأخبار أن الصيادان كانا على متن قارب للصيد التقليدي وقد انقلب جراء انجرافه بتيار بحري ناجم عن قوة الرياح التي هبت على المنطقة بين الفينة والأخرى خاصة في هذا الفصل. ومن ملحق مجتمع اليومية المساء نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء، وجاء فيها: نددت الهيئات الجمعوية والسياسية بإقليم غريميم بالوضع الصحي بالمنطقة الذي وصفته بالمقلق وغير المقبول، وخاصة ذلك الوضع الذي تعيشه المراكز الصحية بالمنطقة. وذكرت المساء بأن الهيئات المحتجة طالبت بتحسين الخدمات الصحية بإقليم غريميم، وطالبت المسؤولين عن قطاع الصحة بضرورة التحرك العاجل من أجل معالجة الوضع الصحي. أما الآن فنصل الفقرة الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الأجواء ستكون غائمة قرب السواحل. درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 3 درجات بطاطا و16 درجة بالجوير. أما درجات الحرارة العليا فتتراوح ما بين 26 درجة بالجوير و15 درجة بطاطا. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قليل الهيجان على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 7:46، أما الغروب فسيكون على الساعة 6:00 مساء وخمس دقائق. درجات الحرارة في بعض المناطق المجاورة لبلادنا: 31 درجة بنواكشوط، 30 درجة بنواذيب، 21 درجة بزويلات، 17 درجة بتندوف، وبالعاصمة الرباط 17 درجة. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrtf.ma.
كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعة تيغا العيون والداخل الجاويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية كوركاست.com. كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأب ستور وجوجل بلاي. كما تلتقونا غدا بإذن الله مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. مشاهدينا الكرام، الفريق التقني والصحفي لليلة يحييكم ويشكركم على حسن المتابعة، وعلى رأسهم الزميل سهل الداودي، وفي أمان الله. حديث المدينة، وحديثنا الليلة هو عن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة. فعلا المجتمع المدني